ورجعنا لكم تاني وفقراتنا. اول فقره من فقرات 8 الصبح النهارده. النهارده اهلا معانا او معانا حوار مهم جدا النهارده، فقدان الوزن وكمان او الوصول لقوام رشيق من الامور اللي بتهم الناس كتير جدا. يعني بس للاسف معظمهم بيحبوا ان هو يوصلوا لنتيجه سريعه من غير تعب، ومش بس كده، دول كمان اللي بيخليهم يروحوا للوصفات العشوائية وكمان الأعشاب من غير ما يهتموا بالنظام الغذائي الصحي أو الرياضة. تعالوا بقى نعرف مع بعض مخاطر الوصفات السحرية والطرق الأنسب للتخسيس وخسارة الوزن. معانا النهارده ضيفتنا في 8 الصبح النهارده اللي مشرفانا النهارده، دكتورة هبة عبد اللطيف، استشارة التغذية العلاجية في المعهد القومي للأورام. أهلا بيكم منورانا. أهلا بيك يا أستاذة رحمة، أهلا بيك يا أستاذة هبة. نورانا يا دكتور هبة. وموضوع إن أنا عايزة أخس بس بسرعة ده، الناس بتستغله على السوشيال ميديا بشكل كبير قوي وبيلعبوا على النقطه دي، واكيد انتوا بتعانوا من الموضوع ده وبتلاقوا كوارث بتحصل. صحيح. ازاي ان احنا ممكن نجمع بين الحاجتين في نفس الوقت نحافظ على صحتنا؟ اولا حقيقي بجد انا عايزه اشكرك على المقدمه اللي انت قلتيها. ايه رايك؟ والتعريف والنقط اللي انت ذكرتيها. في دراسه اتعملت سنه 2022 في فرونتير جورنال، ده يعني مجلة طبية كبيرة، اتكلمت كده لمت لنا بعض انواع او معظم انواع الفاد دايت. وقالت لنا يعني ايه فاد دايت. فاد دايت كده يعني لو هترجم ترجمة حرفية، كلمة فاد جاية من كلمة بدعة، فرقيعة، ترند، ده المعنى بتاعه. وعرفوه لنا بقى ايه اللي مستنيه الناس منه وهو جاي منين. الحقيقة هم قالوا الحاجات اللي انتي قلتيها، هو الفات دايت حاجة سريعة مش بتهدف للتغيير الحقيقي لنمط الحياة، وده رقم واحد علشان اجيب نتيجة، ومش سستينابل يعني ما اقدرش ان انا احافظ عليها مدة طويلة، صعب الالتزام بيها لفترات طويلة وبالتالي لن تكون نمط حياة، وبيبقى عادة مش معاها رياضة. الناس عايزة الحبة السهلة، الوصفة السريعة، الوصفات السريعة اللي هي محدش حاجة عاوز سريعة ينزل بس أهم حاجة خس مجهود. وعادة من غير بيبقى معاها أضرار للجسم بطرق مختلفة، قد تكون أضرار صحية مباشرة على أجهزة معينة من الجسم، أو قد تكون أضرار ناتجة من فقدان للعناصر الغذائية اللازمة لأنها خزعبلات وحاجات علميا. مثلا يقول لك ايه، دي حاجه طبيعيه مش هتاثر في صحتي، يعني لما اشرب شاي بيخسس، يعني ما تقوليش بقى اسال الدكتور الاول، ده اللي بيتقال. صح. طيب خلينا بس يعني نبقى حاطين كده 20 خط احمر على الكلام اللي احنا هنقوله. اي حاجه لازم يكون ليها مصدر علمي، والمصدر العلمي ده قد يكون دراسات، وقد يكون حاجه احنا بنسميها اكسبرت اوبينيون، اراء من الخبراء الحقيقيين. مش واحد طلع كتب عشان يبيع كتاب، صح، ولا علشان يعمل فرقيعة ويبيع على السوشيال ميديا و لا، دي حاجات بتبقى محترمة. طيب موضوع الأعشاب والشاي و فعلا في بعض الدراسات أثبتت أنه بعض الأعشاب ليها علاقة بأن أنا شوي أزود الأعشاب، بعض الأعشاب زي مثلا الشاي الأخضر حرق. بس قد إيه؟ قد إيه؟ القهوة الخضراء، هي الفكرة هل ده لوحده؟ ما هي الناس عايزة الطريقة السريعة وعايزة الحبة زي ما بقولك المعجزة. هتخسر مش عارفة قد إيه بدون رجيم، بدون ما أبذل مجهود، طب على بدون ذكر رياضة. الحبة المعجزة دي، لما قالوا حبة تكميم المعدة، أكيد أنتوا العمليات كنتوا الجراحية بتعاني دي، من الكوارث دي بقى. دي قصة تانية، ده ميكانيزم تاني، لأنه يعني بيستخدموا حبة بتفتح كأنها بالون، يعني هي بس ده حقيقي فعلا، يعني هي اكشولي كأنها طريقة تانية للبالون. يعني احنا هنا كده بنتكلم في، يعني احنا ما بنيجي نعمل دايت او عايزين ننزل في الوزن، يعني بمعنى اصح اول حاجة اللي هي لايف ستايل موديفيكيشن، انا اغير من نمط الحياة واعمل اتخفض للسعرات، ده رقم واحد ومعاه حاجات كتير، ورياضة طيب ده رقم ستيب. الستيب الأولانية دي لو فشلت او كان عندي مشاكل مرضية او سمنة مفرطه ومعاها مشاكل مرضيه، قد الجا للستيب 2 اللي هي ايه؟ ان انا اخد ادويه، والادويه دي لازم تبقى مصرح بيها من المنظمات الغذاء الامريكيه والدواء الامريكيه ومتوافق عليها.
يعني مش اي حاجه كده. ايه طب برضه يا دكتوره السلم. بس معلش انا اسفه يعني يعني لو الشخص اخذ قرار ان هو يعمل ريجيم ده امتى يعني ازاي ياخد قرار هو يعمل ريجيم؟ طيب خليني بس اقول اخر نقطه في الستابس اللي احنا بنلجا لها. أوكي. اخر ستاب اللي هي ان انا اعمل جراحه. تمام. هرجع لسؤال رحمه، امتى اخد القرار ان انا اعمل ريجيم بالظبط؟ هو الحقيقه المفروض من الاول بدري خالص انا ما اوصلش ان انا يبقى عندي سمنه، لان دايما الوقايه خير من العلاج. صح. وده بيبدا منذ الصغر وحاجات معينه دايما بنقعد نقولها الام تعمل ايه عشان الطفل ده ما يبقاش عرضه للسمنه. لا الغذائيه الصحيحه بس تبقى في البيت مش من بدري. من بدري. واحنا هنا مش بنتكلم عن الحالات الخاصه اللي فيها مشاكل هرمونيه او جينات او انا بتكلم على بني ادم طبيعي. طيب بدا بقى يحصل عندي مشكله، امتى اخد القرار؟ اول ما ابدا الاقي وزني عمال يزيد، هدومي عماله بتزيد، الوزن يعني بتضيق عليا. اول ما بدا ابتدت ما تدخلش وتقفل، فلا بقى لا لا ستوب كده هنا، مش هستنى بقى لغايه ما يوصلوا 20 30 كيلو زياده. بدا يظهر عندي مشاكل طبيه، ودي من الحاجات المهمه جدا. دلوقتي بنشوف اطفال عندهم سكر من النوع الثاني وعندهم لخبطه في الدهون. ده بقى ياخدنا تاني لانواع الدايت المنتشره والفات دايت او الترندات والحاجات اللي هي بيسموها الفرقعه، او انه مثلا واحد يقرا على السوشيال ميديا كيتو دايت، اتكن دايت، دوكن دايت، باليو دايت، انواع كتير دايتات غير عاديه واسماء كتير واولا لمين؟ رقم واحد. لمين؟ مين اللي هيعملها؟ تاني حاجة هيعملها ازاي؟ طب هو الكيتوجينيك دايت ده او الكيتو دايت هل هو عليه دراسات؟ عليه دراسات كتير، يعني ده من الحاجات اللي عليها دراسات. بس لمين؟ هو اول لما اتعمل على الحاجات بالذات الاطفال اللي عندهم تشنجات لا يمكن السيطرة عليها. لان السكر والكيتوزيس او انتاج الاسيتون له علاقة يعني مباشرة بالتمثيل الغذائي والأيض في المخ. فده كان البداية الموضوع. طيب اللي حصل لقوا ايه؟ لما بنمنع الكربوهيدرات و المعادلات السكر بتبدأ تتظبط للنوع التاني من مرض السكر. طيب معلش لمين وازاي؟ وهل ده ممكن انا اكمل عليه فترات طويلة؟ بس انا يا دكتورة هعمله ازاي؟ انهي نوع دهون اللي هستخدمها؟ احنا بنشوف مهازل، يعني بنفتح كده تحاليل، اولا بيعملوه من غير ما يعملوا تحاليل. يعني مثلا هو الحد ده ما هو ممكن يكون عنده سكر، عنده ضغط، عنده لخبطه في الدهون، والدراسات برضو قالت والقلب برضو صح؟ والقلب دراسات قلب برضو قالت ان الكيتو دايت ده بيرفع نوع الدهون. الكيتو دايت؟ الكيتو دايت اللي هو الدايت بتاع الدهون ده بيرفع ال LDL اللي هو الدهون المنخفضه الكثافه اللي ليها علاقه مباشره ب الامراض القلبيه وتصلب الشرايين. طيب طب السم المتقطع عشان انا سمعت عنه ده كويس. وكمان الدايت اللي هو القيمات دي برضو من الدايتات اللي انا سمعت عنها اللي هي ما فيهاش ضرر جانبيه، ده ممكن الشخص يعمل بيهم ولا؟ طيب خلينا نقول مفيش حاجه اسمها ما فيهاش ضرر. انت لو شربتي ميه كتير عن احتياج جسمك بطريقه مش مظبوطه هيحصل ضرر. لا والله مفيش حاجه مطلقه كده ما فيهاش ضرر. كل حاجه لازم تبقى ضررهم ايه بقى عايزين نعرف. لازم كل حاجه تبقى موزونه. النظام الصيام المتقطع من الحاجات الممتازه على فكره، وانا يمكن انا شخصيا انا بحب بتتبعيه بحب اعمله. بس هي الفكره هعمله ازاي؟ انا حاولت بس ما ينفعش معاك. هعمله ما هو هعمله ازاي وهبداه ازاي؟ هل هبدا من 16 ساعه و 18 ساعه ولا 20 ساعه ولا هبدا ب 12 ساعه و 14 ساعه؟ لان خلي بالك هو بيعتمد على ان انا اخلص السكر اللي في الدم وابدا اسحب من مخزون الجلايكوجين الموجود على الكبد فيحسن الكبد فتلاقي ما فيش دهون على الكبد ويقلل من معدلات السكر الدهون الثلاثيه. وبيحسن من نشاط الخلايا على فكره. لكن هو في بيسحب الالتهابات من الجسم والحاجات جدا مضاد للالتهاب جدا. لكن في نفس الوقت في هنا بقى حته انه لو اتعمل غلط، ما هو الجسم عايز سكر عايز سكر، فهيقوم ياخده من العضل.
الجسم عندنا بطريقه كده باث واي معين يقوم يكسر البروتينات اللي موجوده في العضل. ايوه، ويطلع لي سكر. ويطلع سكر. ويطلع لي سكر. فانا كده ممكن اخسر من الكتله العضليه. والكتله العضليه دي يعني اهم حاجه يعني. لا لا، واحده من الناس بتحب السكريات جدا فعلا. خليني اقول لك بقى، لو بنتكلم على حاجه كده يعني بتاعتنا بقى، يعني بتاعت الفلاح المصري القديم، بتاعت البحر المتوسطي اللي هو ريجيم البحر المتوسط. ميديترينيان. عملوا له تقليعه اهو. ميديترينيان. ميديترينيان. بصي بقى، احنا ميديترينيان واحنا بنحب الميديترينيان دايت. والميديترينيان دايت ده صحيح اسماك بس؟ لا، مش اسماك بس، هو بيعتمد بالاساس على الاسماك، لكن هو معاه اللين بروتين، يعني البروتينات العالية القيمة من الدواجن ومن اللي فيها القيمة الغذائية ومن اللحوم اللي هي المرعية بطريقة طبيعية بدون حاجة. بصي بقى، مش عايزة اقول لك ده اتعمل عليه دراسات يعني حدث ولا حرج. متوازن يعني، ده الافضل لو انت جيتي ترتبيهم كده. انا هتحطي ده رقم واحد؟ هحط ده رقم واحد. ده رقم واحد. ومعاه كده صيام متقطع في النص. انا معمول مظبوط. يعني لو حد عمره ما بدا صيام متقطع، يبدا ب 12 ساعة وبعدين 14 ساعة. وبندخل فيهم ساعات النوم. وما نبداش مرة واحدة. النوم بقى يا دكتورة، كنت لسه اقولك على الموضوع ده. لازم النوم مثلا يعني مثلا يعني من الساعة 10 لغاية الساعة 8، يعني 8 ساعات، ولا الواحد ينام اكتر يبقى النوم كويس بالنسبة له؟ يعني اصل انا عندي الموضوع ده، فعشان كده انا عايزة اعرف الموضوع ده. النوم من العناصر البيلرز الأساسية لحاجة بنسميها اللايف ستايل ميديسن. اللايف ستايل. لايف ستايل ميديسن. في ده بورد جديد دلوقتي لشهادة. شهاده معتمده امريكيه اسمها اللايف ستايل ميديسن. قواعد كده معينه، من ضمنها على فكره الحفاظ على التواصل الاجتماعي. لان ده بيأثر على الحاله النفسيه ومزاجيه. تخيلي بقى بيتكلموا فيه وازاي نعمله. فمن ضمنه طبعا الاقلاع عن التدخين والنوم. النوم الصحي. صحيح النوم بيخسس طبعا، لانه بيساعد على التوازن في الهرمونات. انا مش عايزه اقول بكلمه بيخصص يعني يعني عشان برضو يعني ملقاش الكلام. بيساعد على ان الواحد لو عاوز يعمل نمط صحي مظبوط وغذاء مظبوط، انه يساعد هرموناته يبقى فيها توازن. يساعد التوازن ما بين الهرمون اللبتين. كم ساعه؟ والجريلين. الجريلين ده بتاع الجوع. واللبتين ده بتاع الشبع ساتايتي. طب يعني الواحد كم ساعه؟ بصي مش اقل من 6. الاوبتيمم 7 أو 8. مش اقل من 6 ساعات. الاوبتيمم 7 أو 8. والتوقيت التوقيت المفروض ما تاخرش عن الساعه 11 عشان افراز الجروث هرمون. الهرمون الحمد لله لف سليم. خلينا نرجع للميديترينيان دايت، انا بحبه جدا. ونقول الناس نعمله ازاي. واسمحي لي بس اسالك سؤال، وانت بتجاوبي على الميديترينيان دايت، لانه انت اتكلمتي فيه على البروتين. ناس رابطه ما بين الكتله العضليه والبروتين، ان احنا ناكل بروتين كتير من غير ما نلعب رياضه فالكتلة العضلية هتزيد. لا، أولا هو البروتين كتره في الآخر برضو بيتحول لسكر. يعني من غير رياضة بالذات. ده رقم واحد. ويعني هو في الآخر بيتحول لسعرات. لو أنا باخد أكتر من احتياجي الحقيقي. وكمان مش بعمل معاه رياضة عشان تبني عضل. فده رقم واحد. رقم اتنين، البروتين عشان اخده مظبوط ليا ليميت. يعني احنا مثلا ناس عندهم سمنه بنعمل لهم كده دايت بس مظبوط، يعني محسوب، حاجه اسمها لو كالوري بس مش فيري لو كالوري. يعني بقلل شويه سعرات. واقلل شويه كربوهيدرات شويه، وازود شويه بروتين. برضو بروتين قد ايه؟ اللي هو برضو مفروض اني ما زدش عن 20-30% من الاجمالي. بصي يا دكتور هبه، خلينا نختصر الموضوع ابسط عشان احنا وقتنا خلاص. فيعني نوجه رساله يا جماعه، خلينا مع متخصص. يعني شفتوا يعني كانه المايسترو هبه عبد الرحيم الدكتور، يعني بتتنقل ما بين انظمه التغذيه والانظمه الخاصه بالدايت من حاجه لحاجه. والموضوع لما يكون مع متخصص بيكون اكيد مهما اجتهدنا، يعني مهما حاولنا مش هنقدر نظبطه غير مع متخصص. صباحكم زي الفل، بشكرك شكرا جزيلا دكتور هبه عبد اللطيف، استشاري التغذيه العلاجيه بالمعهد القومي للاورام، افدتينا ونورتينا. شكرا جزيلا. شكرا.